الممثل عم تحكي انا شو اسمك انت؟ ماهر 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 من الموصل؟ ايه تحياتنا للموصل واهل الموصل وين انا يابا مسمرين الموصل والله على راسنا نتشرف نتشرف الموصل اهلنا وناسنا ونخليهم تاج على راس هون فاحنا تحياتنا للموصل وتكريت وديالة وكركوك واربيل سليمانية والبصرة والعمارة والرمادي وكل محافظات العراق على راس كل عام وشعب العراق بخير ان شاء الله يعمل الامان واليوم جيت شوف كل الناس راحوا للشمال انت جيت من الشمال واني عشق البغداد الله وبغداد ايضا انا عشقك ومتكرر شنو عايد اهلي من قناتكم المفضله ان شاء الله ايه شو تقول شو تقول ان شاء الله لك العام بخير وان شاء الله عيد جاي نشوف بالحجيه ان شاء الله يا رب الحجيه تروح للبيت الله وتروح نزور ان شاء الله واحنا نبارك لها قناه الايام الفضائيه برنامج ويا احبابنا بمناسبه عيد الاضحى المبارك نقول للحجيه ان شاء الله السنه الجايه بالحج انت يا رب ان شاء الله ونبارك لها مزوج؟ اي الحمد لله حدك جاهز سيوفي سيوف ابو سيف مشكورين وهاي ابو سيف اخوك صاحبك صاحبك انت من الموصل؟ من الموصل الموصل للشرف جيت هنا تونسون غير الجو؟ اي والله جايين يا الف الف تحيه للموصل واهل الموصل وعلى راسنا الموصل الشرف تعال تسلم عليكم يابا اهل الموصل الشرف سلام 100 تلة ناسنا الطيبين طبعا تعنا الف تحيه للموصل واهل الموصل تحب تسلم على اهلك وتعايلهم امورك نعم بخير عيد الاخر ان شاء الله صحة وسلامة الله يحفظك ويحفظ شبابك ويحفظ الاهل وترجع بالسلام وانت بين اهلك وناسك ببغداد ونخليك على راسنا الله يامن امن ونمان على بلد العراق امين يا حبيبي متزوج؟ لا والله زين ان شاء الله تتزوج على الثاني نفرح بك يا عين ان شاء الله وهاي قناه الايام تفرح لك ان شاء الله وتقول لك الف مبروك الاسم بالخير حسين الف مبروك لحسين ان شاء الله يوم زواجك تحب تهنئ الاهل العائله اقول لك انت بخير صحة وسلامة ان شاء الله ان شاء الله تشرف تشرف وانت انت تحب تسلم على اهلك جماعتك بسلم على اهلي وناسي ومحبيني كلهم ان شاء الله تشرف تشرف انت من الموصل تشرف تشرف انا تحيه للموصل واهل الموصل مستمرين وياكم وشكرا يا حبيبي توصلون بالسلامه شرفتونا شرفتونا سلام سلام تعال